وتدعي لي دعوة حلوة بس. حلو؟ تعالوا مع بعض نعمل سلطة الخيار بالزبادي والنعناع. يا بتاع النعناع يا منعنع. معانا نعناع أخضر، أوراق النعناع، معانا زبادي، تجيب العرض اللي هو 6 علب يوفر لك زي الفل. هي دي الكمية تقريبا. ومعانا توم، ومعانا خيار، معانا شوية ملح مع عصرة ليمون، مع قليل من زيت الزيتون. ودايما بسيب الطبق السلطة للآخر أسلى فيه، والمقلوبة في الفرن، ده الطبيعي. نعم، يمسك الخيار كده. البعض دي مدارس بقى بيقشر الخيار لما نعمله سلطة، والبعض يبشر الخيار لما يعملوا سلطة. ولما أقصد سلطة وأنا شغال يعني مع الزبادي، والبعض يقطع الخيار قطع صغيرة مع الزبادي. وفي كل الحالات هي سلطة الزبادي بالخيار. ولكن ولادك بيحبوا إيه؟ وهم بياكلوا الزبادي ما يحسوش بطعم الخيار، تبقى تبشريه وتقشريه. أحب أشوف جمال الخيار وخضار الخيار في قلب الزبادي، خليه زي ما هو. تحب تقطعيه مكعبات صغيرة، من الناس اللي بتحب طعم الخيار يسبق طعم الزبادي، تبقى تقطعيه مربعات صغيرة اللي هو المصطلح الطهوي كريهات صغيرة، يعني مكعبات صغيرة. ده نعناع، عشان أنا أحط توم كتير. وإضافة النعناع الأخضر بتاعنا الجميل الحلو ده كده للتوم مع الزبادي بيقلل رائحة التوم في الفم. اوعي تغسلي النعناع بعد ما تقطفيه كده. غسلتيه وهو في عروقه زي الفل، زي اللي معايا ده كده، يبدأ تفرميه. تاخديه بقى تغسليه تاني، ده غلط. هتفقدي جزء كبير من الزيوت الطيارة اللي موجودة في النعناع الأخضر ده كده. أنا بدأت بيها. نعم، المقلوبة في الفرن أنا يعني سايبها بقى إيه؟ هي ونصيبها تكمل سواها، ينسجمون مع بعض الثلاثي، الرز مع الأرنبيط مع اللحم. نعناع فرم كده. ممكن تحط نعناع يابس. ما هو اليابس؟ نعناع ناشف. أنا مش هغسل إيدي، عايز طعم النعناع فيها. رشة ملح صغيرة، قليل من التوم أو كثير من التوم وده اختياري. الله عليك. عصرة ليمون، زيت زيتون، ومضرب في ايدك وانت جاي، ربنا يصلح ما بين ايدك. بس خلاص نقلب كل دول مع بعض تقليبة حلوة. طعم هنا. دي صلصة لطيفة، صلصة النعناع، عبارة عن نعناع وتوم وزيت زيتون وعصرة ليمون اللي هي عصرة حامض. تقليبة حلوة. يلا بينا هناخد الخيار الحلو ده كده. انت انا مدرسة يا عم المغازي، انا من مدرسة الخيارة ببركتها. يعني الخيار زي ما هو كده بتتحكي. والله العظيم بحب خضار الخيار. والتقطيع اللي انا بقطعها دي كده. ايوه اتعوري دي. شفت انا ماسك السكينة ازاي؟ وماسك الخيارة ازاي؟ تاني في النص واجيبها كده. ونفس القصة. خدهم كلهم كده حزمة واحدة مترابطة. فين حبيبنا فين؟ زي الفل. السطور حبيبي. شفت التقطيعة دي؟ سهلة القصة. ولا تبشريه ولا حاجة، لأنك لو بشرتيه هتفقدي جزء كبير من مية الخيار اللي فيها قيمة غذائية عالية جدا، واللي هي بتساعد على الهضم. خير البلدي بتاعنا بالذات. يسلم ايدك. ناخد الخيار ده يا عم الشيف نسقطه هنا كده. دي مدارس والله. انت بقى واخده انك تبشر الخيار بعد ما تقشريه او زي ما هو سليم، برضو اختياري. زي ما هو كده ننزل بالزبادي بتاعنا. الله، وده ما يتقلبش بمضرب. حلو.
تقلب بسباتيولا كده على الخفيف. الله، ايه الحلاوة دي اهي. شفت الحلاوة دي بقى؟ سلطة حلوة جميلة، الواحد ياكل منها معلقة واتنين وتلاتة واربعة، مع مقلوبة مش هتقول لا، مع كبسة مش هتقول لا، مع برياني مش هيقول لا، مع مندي مش هيقول لا. ألف هنا. فيها الليمون الحامض، فيها زيت الزيتون. هنقلب المقلوبة دلوقتي مع بعض. ايه السلطة الحلوة دي؟ عدني عينها أخضر حلو كده، دلالها ودلعها الطبيعي. الجردش ده بتاعك بقى، بعض يحط رشة زيت زيتون عليها زي ما أنا هعمل دلوقتي، بعض يحط نعناع أخضر، بعض يحط بابريكا، وده اختياري. شفت الحلاوة والجمال ده؟ هو ليه حرمني من الصورة الحلوة؟ الله يسلمك.